بيض القطع، العجينة 2.5 كوب دقيق، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ثمن ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة زعفران، نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون، نصف كوب زبدة، ربع كوب سمنة، نصف كوب حليب. الحشو 2 كوب جوز مجروش، ملعقة كبيرة ماء الورد أو الزهر، ملعقة كبيرة سكر، نصف ملعقة صغيرة قرفة، وسكر ناعم بودرة. زي ما قلت لكم هذا الصنف من الحلويات الخليجية الشهيرة، ويمكن البعض يستغرب اسمه. هو المقصود في بيض نوع من الطيور اسمه القطة، بيبقى شبيه بالحمامة، ولكن مش مقصود في القطة اللي ممكن يخطر على بالكم بالنسبة للاسم. خلينا نتكلم عن الفكرة من الطبق. أنا بعمل عجينة وبحشيها بالمكسرات، والعجينة في المقادير موجود عندي، الزبدة مع السمنة. في ناس بيحطوا سمنة فقط، ولكن إذا خلطتوا الاثنين بتحصلوا على نتيجة طيبة. أنا بحتاج أسيح أو أدوب السمنة مع الزبدة، هحطهم على النار، ما بدي إياهم يسخنوا كتير، بس مجرد ما يسيحوا هحتاج ربع كوب من السمنة، ولبين ما يسيحوا خلينا نشوف إيش بقية المكونات اللي حنحتاجها. عندي هون سكر ناعم. السكر ناعم هذا على فكرة أساس الوصفة، يعني ما فينا نستغني عنه، ولكن له كمان طريقة خليني أقولكم إياها لما نيجي نقرب لمرحلة استعماله، اللي هي كيف تغطيت البيض القطع بالسكر. هاخد جوز. في ناس بيحبوا يخلطوا الجوز مع الصنوبر مع اللوز، ولكن الطريقة التقليدية بنحط فقط الجوز. بناخد شوية سكر، وبناخد شوية دارسين أو قرفة إذا بتحبوا تكتروا أو تقللوا، وبناخد شوية هيل. الهيل ممكن أستعمله في الحشوة وفي داخل العجينة نفسها كمان. هلأ بضيف شوية من ماء الورد أو ماء الزهر لغاية ما تتشكل هيك عندي الحشوة، تبقى رطبة شوي، ما بنكتر لأنه السكر على طول حيمص هالحشوة. طبعا هلأ كتير في تغييرات على فكرة في الوصفات القديمة هاي، ولكن احنا بنحاول نكون قريبين من الطعم القديم عشان فعلا هالجيل الجديد يتعلمها ويعملوها، ونضلنا محافظين على هالأكلات القديمة. العجينة كتير مكوناتها بسيطة، هحتاج بس خلونا نشوف الزبدة إذا ساحت نرجع نتأكد إنه الزبدة والسمنة عندي دابت. أنا ما بدي إياها تبقى سخنة كتير، خلوا بالكم مجرد إنها تدوب. هحطها هلأ، خلينا نحط الطحين الأول، هنضيف مقدار الطحين، ونضيف مقدار الزبدة والسمنة، وبعد هيك حنضيف البيكنج باودر. البيكنج باودر يمكن في ناس يقولوا لا منال احنا ما بنحط بيكنج باودر. انا معاكم في بعض الاوقات ممكن نستغني عنه، لانه الوقت اللي حنسيب هالعجينه تتخمر فيه كفايه انها تدوب وتفت مع بعضها، ولكن بيكنج باودر بيسهل لي هالمرحله هاي وبيعطيني نتيجه كتير طيبه. هاخذ حوالي 8 معلقه او رشه صغيره من الملح بالطريقة هاي. بضل عندي إضافة الحليب. الحليب هلأ بضيفه شوي شوي بالتدريج عشان بدي العجينة تبقى متجانسة مع بعضها، فما بحطه كليته مرة واحدة. وخلوا بالكم أنا عم بستعمل مضرب العجين عشان بدي العجينة تنعجن مع بعض، مش مضرب تقليب، مش حينفعني في هذه الوصفة. مضرب العجين. العجينة هلأ صارت جاهزة عندي، بس أنا أفضل إنكم تسيبوها ترتاح حوالي نص ساعة أو ساعة قبل ما تشتغلوا فيها، وإذا عندكم وقت أكتر ممكن تسيبوها لفترة أطول إذا حبيتوا قبل بيوم، برضو بيبقى كويس للعجينة. الحشوة كتير بسيطة، أو طريقة الحشوة كتير سهلة. طبعا بس ترتاح العجينة باخد قطعة من العجينة، هي هذه يمكن بتحسوا إنها شوي خشنة أو لسه مش ناعمة لأنها ما ارتاحت. باخد قطعة بإيدي بعملها على شكل قرص، كتير
كتير تشكيلها بسيط وسهل، وباخد شوية فقط من الحشوة ما نكتر، وابتدي اقفلها بالطريقة هاي بحيث اني عم بعملها على شكل بيضاوي، بتبقى بهذه الطريقة. بعمل كمية وبحطهم على صينية، وببتدي بعد هيك نشوف طريقة القلي لبيض القطع. بحتاج انا عندي هون في كمية جاهزة، ممكن نشوف طريقة القلي. بحتاج اسخن زيت، زيت ذرة طبعا. من زمان على فكرة كانوا بيستعملوا السمنة في القلي، ولكن احنا بنحاول نكون شوية نراعي هالدهون في اثناء الاكل. ببتدي اضيف حبات العجينة في الزيت، ما احط كمية كتيرة عشان بعد هيك هي حتنفش معي شوي او يتضاعف حجمها. كمية هذه معقولة، بستنى لثواني بسيطة مع استمرار التقليب لغاية ما تصير ماخذة اللون الذهبي اللذيذ. البيض عندي هلأ صار جاهز، بشيلهم من الزيت ومباشرة بحطهم في السكر. في ناس بيحبوا يخلوهم يبردوا شوي وبعد هيك يحطوهم في السكر الناعم، ولكن على حسب الرغبة. إذا حطيتيهم في السكر أو غطيتيهم بالسكر الناعم في هذه المرحلة هم سخنين، بيمتصوا طبقة وفيرة من السكر وبيعطوا طعم كتير لذيذ. بخليهم لثواني بسيطة يتدحرجوا بالسكر، وبستنى لثواني بسيطة بلاقي إنه اختفى السكر، مصوا العجينة، برجع مرة تانية بغطسهم بطبقة خفيفة من السكر الناعم، بيبقى هيك عندي بيض القطع جاهز. بس طبعا لازم يبرد، ما بنفع ناكله هو سخن. وإن شاء الله يكون عجبكم، ونشوف مع بعض طريقة تقديمه. بيض القطع إذا حبينا نقدمه كنوع من حلو القهوة ممكن أحطه بأي طبق تقديم، أو إذا حبيت أقدمه بالعلبة هذه اللي بتبقى خاصة بتقديم أو حفظ الحلويات في الخليج، هحط فيها قطعة من ورق الزبدة أو ورق الشمعي. وأبتدي أحط حبات بيض القطع بالطريقة هاي في العلبة. طبعا الأم إذا حبت تسمع رأيي أو تشوف نصيحتي إلها، إنه هاي الخطوات ممكن البنات والصبايا حتى الأولاد يشاركوا معها فيها، لأنها بتبقى إحياء للعادات القديمة والذكريات الحلوة. ممكن إذا حبت الأم هي تعمل العجينة وتجهزها زي ما شفنا، وبس تخلي البنات أو الشباب يجهزوا التعبئة بالطريقة هاي. طبعا كتير فكرة حلوة لو حطينا بيض القطع في العلب هذه وقدمناه لجيراننا أو حبايبنا، وخصوصا بشهر رمضان حلو تبادل الهدايا، فهذه الفكرة بتبقى كتير حلوة. بغطيه طبعا بهالطريقة هاي وبحط عليه الغطاء، وبهيك بضله محتفظ بالنكهة الطيبة. شفتوا حطينا فيه الزعفران، وشفتوا حطينا فيه الهيل، وطعمه مع ماء الورد والجوز طعم كتير لذيذ. إن شاء الله يكون عجبكم وتستمتعوا فيه مع أفراد أسرتكم.